شبكة شام من درعا. سيد قيصر، ماذا عن آخر التطورات الميدانية والعسكرية أيضا في درعا، وماذا عن أوضاع المدنيين؟ لا تزال الحملة الشرسة أستاذة مستمرة على محافظة درعا، فبعد سقوط ما يقارب 20 شهيد بالأمس، اليوم نبدأ يومنا سقوط 4 شهداء بينهم سيدتان وطفل. فبعد الحملة الشرسة بالأمس على البلدات الحدودية مع الأردن الواقع في الجهة الغربية من المحافظة، وبالأخص بلدة نافعة الأقرب إلى الجولان المحتل التي سقط فيها بالأمس 13 شهيدا وأحرقت منازلها ونكل بأهلها، اليوم جيش النظام يواصل حملته العسكرية على المحافظة ولكن في الاتجاه المعاكس. هذا اليوم في الجهة الشرقية من المحافظة تركزت اليوم الحملة على منطقة اللجاء، فبعد القصف المدفعي العنيف منذ أشهر جيش النظام اليوم يحضر عملية اقتحام ضخمة للمنطقة التي تعتبر أكبر تجمع للمنشقين. بدأ اليوم صباحا باقتحام المنطقة من عدة محاور بعشرات الدبابات والمدرعات وسط قصف عشوائي وتغطية من الطيران المروحي. الاقتحام من المحور الجنوبي اقتحمت بلدة النجيح بعدد من الدبابات بعد القصف المدفعي العنيف. ايضا جرى اقتحام من المحور الشمالي من قرية ايب، وتدور هنالك اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام عند كتيبة الجسر التي يحاصرها منذ ايام ابطال الجيش الحر. طبعا هذا وسط قصف عنيف من المنطقة بالدبابات وراجمات الصواريخ وأيضا من الطيران المروحي. أيضا أكثر من 20 دبابة تحاول اقتحام المنطقة من منطقة اللجاء من المحور الشرقي عبر قرية خبب، وهي الأقرب إلى هذه الكتيبة، كتيبة الجسري. الآن وتدور اشتباكات عنيفة في قرية الترعة بين الجيش الحر وجيش النظام في هذه المنطقة. الآن أيضا تجدد القصف على مخيم النازحين في درعا بقذائف الهاون من حديقة حميدة الطاهر الواقعة في مدينة درعا المحطة. الوضع في محافظة درعا، أريد أن أنوه إلى الوضع الإنساني في المحافظة، وقبل الوضع الإنساني نسينا أن نذكر بقرية أنعيمة أيضا اليوم تعرضت لقصف، واستهدف القصف أيضا إحدى المخابز أثناء تجمع الأهالي لشراء الخبز من هذا المخبز. سقط شهيدان امرأة وطفل في هذا المكان، وسقط عدد كبير من الجرحى. أريد أن ننوه إلى الوضع الإنساني في محافظة درعا، الوضع يزداد خطورة في كل يوم عن الآخر، يعني هنالك نقص كبير في المستلزمات الطبية وفي الكادر الطبي في المحافظة. النظام يستهدف الكادر الطبي بشكل ممنهج، هنالك إعدامات ميدانية بحق الأطباء والممرضين والكادر الطبي، هنالك نهب للصيدليات في المحافظة، رأينا هذا في بلدة تل شهاب الحدودية، أيضا عثر على أجهزة للتنصت في بلدة تل شهاب كان قد رماها الأمن، قوات الأمن أثناء اقتحام البلدة. نعم سيد قيصر، لا يوجد إمدادات طبية وغذائية من المناطق الحدودية المتاخمة لدرعا؟ كيف أستاذة؟ ألا يوجد يعني إمدادات طبية أو مساعدات غذائية من المناطق الحدودية المتاخمة لدرعا؟ لا يوجد أي إغاثات لا خارجية ولا داخلية، لدينا مئات العائلات مشردة من مدنها وقراها تلجأ إلى القرى الحدودية، القرى الغربية من محافظة درعا وهي زيزون وتل شهاب والعجمي وزريب. هذه المنطقة تضم عدد كبير من المهجرين، إن كان من مدينة داعل وإن كان من مدينة طفس وأيضا من درعا البلد، من مخيم النازحين، من طريق السد. هذه العوائل لم نرى أي جهة إغاثية جاءت لإغاثتها سوى من أهالي المنطقة. لا مساعدات خارجية ولا مساعدات داخلية، لا هلال أحمر ولا صليب أحمر ولا يعني حتى من الأردن لا يدخل شيء، بصعوبة تدخل عائلات، هناك حركة تهجير إلى الأردن لا تزال قائمة ولكن بصعوبة بالغة بسبب القصف من قبل قوات النظام على بعض المعابر بقذائف الهاون، وأيضا استهداف قوات حرس الحدود للعوائل والأطفال المتجهين إلى الأردن. في كل مرة يسقط شهداء وجرحى. البارحة كان النظام يركز كل عملياته في المنطقة الغربية من المحافظة، وهي منطقة حدودية مع الأردن، يعني تضم عدد كبير من العائلات وأيضا هي المنفذ الوحيد إلى الأردن. كان هنالك إحراق للمنازل، بلدة نافعة لوحدها كان فيها 13 شهيد، كان إحراق قصف عنيف على بلدة نعم. نقاس الحبيب مراسل شبكة شام كنت معنا.